جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: اسمي سمير العبد رزق، يقول: إنني من محافظة الجيزة، فكرت في السفر إلى السعودية للعمرة، ونذرت نذرا لله إن أكرمني الله في الشهر ب3000 جنيه مصري سوف أبني مسجدا لله في مصر، ولم أحصل إلا في الشهر بعد المصاريف على 1000 جنيه، والأهل في مصر يحتاجون كل مبلغ، وإن أعطيتهم فهو طاعة الوالدين من طاعة الله، وإذا لم يعطهم هم لا يعرفون أن علي مذنب، فبماذا توجهونني الآن؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن النذر واجب مع القدرة، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا توفر لديك نقود فاضلة عن مؤونتك ومؤونة من يلزمك النفقة عليهم فإنك تنفذ هذا النذر، وإذا لم يتوفر لديك شيء فاضل عن كفايتك وكفاية من تمونهم فإن النذر يبقى في ذمتك دينا لله حتى تستطيع ذلك وتنفذه. نعم.